الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الليلة الماضية قرأ إمامنا في صلاة المغرب آخر سورة البقرة وآخر سورة النحل، وذكرنا أن موضوع الآيات التي ذكرها التي قرأها مهم جدا، وتكلمنا على آخر سورة البقرة بما تيسر. وذكرنا ما من الله به على عباده فيما يتعلق بالأوامر وفيما يتعلق بالنواهي، فما هو الذي ذكره الله تعالى فيما يتعلق بالأوامر؟ تفضل. هو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا واحد. فيما يتعلق بالنواهي هو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بارك الله فيك. ذكرنا أنه يؤخذ من الجملة الأولى قاعدة مهمة فيما يتعلق بالواجبات، فما هي؟ أما حضرت من يعرف؟ تفضل. أن الواجبات تسقط عن العاجز، فإن كان لها بدل أتى بالبدل، وإن لم يكن لها بدل سقط، بارك الله فيه. طيب، من الواجبات التي تسقط بالعجز ولها بدل، احتاج إلى مثال. نحر. طيب، نعم، كفارة الظهار يجب، فإن لم يجد، فإن لم يستطع. أحسنت، بارك الله فيك. هل يصح أن نمثل بالطهارة يجب الماء فإن لم يجد، فالتراب التيمم فإن لم يجد، صلى ولو بلا وضوء ولا تيمم، لأن الواجبات تسقط بالعجز. وهذه قاعدة ليست من رأي فلان وفلان ولا من فكر فلان وفلان، ولكنها من رب العالمين الذي قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه عبادته. يسقط الله عز وجل عن عباده ما لا يستطيعون. أما في النواهي فالقاعدة فيها نهرت من فضل نعم أن الجاهل والناسي يسقط عنه الإثم وما يترتب عليه على الفعل من فدية أو كفارة فإنه يسقط عنه. طيب، ولهذا أيضا قواعد أمثلة كثيرة، لو تكلم الإنسان في صلاته جاهلا بتحريم الكلام فما حكم صلاته؟ تفضل. صلاته صحيحة إن شاء الله. ما الذي جاء بها؟ لا لا، ما هو قصدي، أنا أريد أن أناقشك بكلمة إن شاء الله، لأن هذا يفيد أنك لم تجزم. نحدث إن شاء الله. طيب، هل عندك دليل لهذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم
إن الله تجاوز لي عن أمتي. لا يا أخي، نريد دليلا خاصا في هذه المسألة. ممكن معنى الحديث، هذا المعنى. ما بمعنى كان أحد الصحابة عليه الأرض والسلام أو عطر فقال له أحدهم الآخرون من خلق الله، فرد عليه محمد خلق الله فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة فيقف فيها كلام البشر. أحسنت، بارك الله فيك. رجل دخل في الصلاة فسمع آخر حين عطس قال الحمد لله، قال له يرحمك الله، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي تكلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم أمره بالإعادة. بقي علينا شيء لم تدل عليه الآية، وربما يؤخذ من الآية كما سنبين، وهو الإكراه. إذا أكره الإنسان على فعل المحرم فهل يترتب على هذا الفعل اسم أو فدية أو كفارة؟ الجواب لا، لا يترتب. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الرجل لا يؤاخذ في الإكراه على الكفر وهو أعظم المعاصي، فعدم مؤاخذته في الإكراه على ما دونه إيش؟ من باب أولى. على أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبناء على هذه القاعدة الثالثة وهي سقوط الإثم والفدية والكفارة في الإكراه، بناء على ذلك لو أن الرجل أكره زوجته وهي صائمة فجامعها، فهل يفسد صومها؟ الأخ قل. يتوسط. نعم لا يفسد. وهل عليها كفارة؟ أفصح بالجواب، ليس عليها كفارة. طيب استريح، ليس عليها كفارة لأنها مكرهة، وهكذا أيضا لو أكرهها على ذلك وهي في حج أو عمرة فإنه ليس عليها فدية وليس عليها إثم، للقاعدة التي ذكرناها والتي أخذناها من كلام الرب عز وجل. ربما يؤخذ هذا أي سقوط الإثم والكفارة والفدية من قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن المكره لا يستطيع أن يتخلص، ولهذا لو أكرهه من يتمكن من دفع إكراهه فإنه يترتب عليه الحكم. ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها وقالت إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها فطلق؟ هل يقع الطلاق أو لا؟ لا يقع الطلاق، لأنه مكره. ليش؟ إذا يقع الطلاق، إذا لم يكن مكره وقع الطلاق. ما في مانع. أسألنا هل يقع الطلاق أو لا؟ فقلت لا. ثم لما أردنا أن نعلل هذا الحكم الصادر منك بأنها مكرهة قلت ليست مكرهة، أبين مكره قلت ليست مكرهة. فما تقول الآن؟ صار الحكم العلة متناقضان أو متناقضين على الأصح. أنا ما أقول ليس له قومة، لكن الرجل الآن لما قال زوجته إن لم تطلقني قتلت نفسها، وهي قادرة على أن تنفذ هذا، السكين بيدها، فطلق، هل يقع الطلاق أو لا؟ يقع. طيب اسرع تفضل.
لا يقع. لماذا؟ مكلف، لأنه مكره، لأنه مكره فلا يقع الطلاق. بارك الله فيك. كيف كان مكرها؟ لأنها تريد أن تقتل نفسها وهي قادرة على أن تنفذ، وهذا من أشد ما يكون من الإكراه. لذلك نقول لا يقع الطلاق. وهكذا جميع الأحكام لا تترتب على المكره، وذكرنا الدليل لهذا. أما آخر سورة النحل وهي موضع درسنا الآن، فهي قول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الخطاب في قول ادعوا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل إن الخطاب لكل من يصح أن يتوجه إليه خطاب، النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، لأن القرآن نزل للأمة جميعا. فإذا قال الله ادعوا فالخطاب لكل مؤمن أن يدعو إلى الله. واعلم أن الخطاب الموجه بمثل هذه الصيغة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون في السياق ما يدل على العموم، والقسم الثاني أن يكون دليل على الخصوص، والقسم الثالث أن لا يكون فيه دليل لهذا ولا لهذا. الأقسام كم الأخ؟ نعم. العموم. نعم. نعم. بارك الله فيك. تمام. مثال الأول قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فهنا وجه الخطاب أولا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال إذا طلقتم، والخطاب هنا للعموم بدليل الجمع. وعلى هذا فيكون الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام له وللأمة بالنص: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. الثاني أن يكون هناك دليل على الخصوص، فهنا يختص الحكم بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثال يا أخ. نعم. نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، إلى آخر السورة. فهذا يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث ما يكون لا دليل فيه لهذا ولا لهذا، مثل هذه الآية الكريمة: ادعوا إلى سبيل ربك. هل هو موجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وحده، أو لكل من يصح خطابه؟ على قولين. واعلم أن الخلاف شبيه باللفظ في هذه المسألة، لأن الذين يقولون إنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام يقولون إن أمته يشملها الحكم باعتبار الأسوة، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا قال قائل: ما الأصل، الخصوصية أم العموم؟ من يعرف؟ الأصل العموم، ولهذا لما أراد الله عز وجل الخصوصية نص عليها، فقال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. فما هو الدليل على الخصوص أخ؟
وش الدليل؟ إن أراد النبي أن يستنكحها يعني أباح الله له أن يتزوج بالهبة. أكمل أكمل الآية عشان أعرف. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. بارك الله فيك. إذن هذا يدل على أن الله تعالى أو على أنه إذا لم يدل دليل على أن الحكم خاص بالرسول وجب التعميم، وجب التعميم. وخذها قاعدة، كل حكم ثبت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ثابت للأمة إلا بدليل. طيب، وعلى هذا فنقول إن قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. وقوله إلى سبيل ربك، ما هو السبيل؟ سبيل الله، سبيل الله تعالى شرعه، سبيل الله هو شرعه، لأنه طريق يوصل إلى الله عز وجل، ولأن الله تعالى هو الذي شرعه فأضيف إليه، فيكون الشرع مضافا إلى الله لوجهين. الوجه الأول أنه إيش؟ موصل إلى الله. والوجه الثاني أنه هو الذي شرعه لعباده وبينه لهم حتى يصل إلى الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك. هنا إذا تأملنا كلمة سبيل وجدنا أنها تضاف أحيانا إلى الله كما في هذه الآية، وأحيانا تضاف إلى المؤمنين كما في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. فأضاف السبيل هنا إلى المؤمنين. فكيف نجمع بين الآيتين؟ مرة يضاف إلى الله ومرة يضاف إلى المؤمنين. يقول الجمع في هذا سهل، بينهما سهل. أضيف إلى المؤمنين لأنهم هم السالكون له، وأضيف إلى الله لأنه شرعه وموصل إليه. ومثل ذلك كلمة الصراط، وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم صراط الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمرة أضاف الصراط إلى الله ومرة أضاف الصراط إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليهم. فكيف نجمع؟ سؤال خاص. طيب استرح تفضل. أضيف إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم الذين استلكوه. أضيف إلى الله لأنه شرعه والموصل والموصل إليه. طيب اسمع، أدعو إلى سبيل ربك، في هذا دليل على وجوب الإخلاص، أن تدعو إلى سبيل الله هذا إخلاص. وذلك لأن الدعاة لهم إرادات، لهم إرادات. من الناس من يدعو إلى سبيل الله لكن انتقاما، انتقاما من المدعو، أو انتصارا لرأيه. هذا الذي يدعو انتقاما من المدعو أو انتصارا لرأيه، هل يكون داعيا إلى الله أو إلى سبيل الله؟ لا. يوجد أناس الآن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى لكن يريدون أن ينصروا قولهم، ولذلك يصعب عليهم جدا أن يتراجعوا عنه ولو كان خلاف الحق، لأنهم يريدون أن يكون الكلام لهم أو السلطة في الرأي لهم، وهذا لا شك مجانب للإخلاص تماما. هذا يدعو إلى الهوى وليس يدعو إلى الهدى. إنسان آخر
يدعو انتقاما من الشخص، هذا أيضا غلط. الواجب أن تدعو إلى الله، إلى سبيل الله، لإصلاح عباد الله، وليس انتقاما منهم ولا انتصارا لرأيك، ولكن لإصلاحهم. وإذا كان كذلك أي لإصلاح الخلق، فسوف يسلك الإنسان أقرب الطرق إلى حصول المقصود. وقوله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك، يتبين أنه لابد من العلم، لابد من العلم. بماذا؟ لابد أن تعلم ما تدعو إليه أنه من شرع الله، فتعلم أولا ثم ادعو ثانيا. أما أن تدعو إلى سبيل الله وأنت لا تعلم سبيل الله فكيف يمكن هذا؟ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. فلا بد من أن يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه وأنه حق ومن شريعة الله. أما مجرد أن ينقدح في ذهنه أن هذا حق بدون دليل شرعي فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أتل الآية قل إنما حرم، أنت حافظ القرآن ولا لا؟ تفضل قل إنما حرم ربي. ما هو الشاهد من هذه الآية على تحريم الدعوة إلى الله بدون علم؟ أحسن، بارك الله فيك. طيب، لابد أن يكون الإنسان عالما بالشرع. فلو رأيت إنسانا يصلي ولكنه لا يطمئن في صلاته، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم على طول يركع يسجد بدون أن يطمئن، هل يصح أن تقول له إن صلاتك باطلة بدون علم؟ أجيب لا يصح، لأن كيف تدعو إلى شيء لا تدري عنه. لكن إذا كنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي كان يصلي ولكنه لا يطمئن قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، حينئذ يكون عندك دليل ويمكن أن تدعو إلى الله. لا بد أيضا أن يكون عالما بحال المدعو، وإلا فلا يجوز أن يتكلم. لا بد أن تكون عالما بحال المدعو وأنه يحتاج إلى دعوة، وأنه ممن عنده علم أو ممن ليس عنده علم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد بعثه إلى أهل اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب. لماذا أخبره بحالهم؟ من أجل أن يعرف كيف يخاطب هؤلاء، لأن خطاب العالم ليس كخطاب الجاهل. خطاب العالم لابد أن يكون عندك قدرة على مجادلته، إذ أن العالم الذي كان على باطل لا يمكن أن يقبل أو يستقبل الدعوة بسهولة، لأن عنده علما. فتجد عندما تدعو للحق يجادل لإبطال الحق وإحقاق الباطل الذي كان عليه. فلا بد أن تعلم، لو أنك أردت أن تدعو نصرانيا إلى الدين الإسلامي يحتاج أن تعرف أنه نصراني وأن عقيدته التثليث مثلا، يقول إن الله ثالث ثلاثة، فيحتاج أن تعرف كيف ترد عليه فيما لو احتج عليك بباطل، وإلا له ذنب. وهزيمة الداعي إلى الله عز وجل والذي بنى دعوته على غير علم هذه مصيبة، ليست مصيبة عليه وحده بل مصيبة على إيش؟
على ما يدعو إليه من الدين، فلا بد أن تكون عالما بحال المدعو. انظروا إلى قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، هل دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يصلي ركعتين قبل أن يعلم حاله؟ من يعرف؟ تفضل. أسألك، هل دعاه قبل أن يعلم بحاله أو لم يدعه حتى علم بحاله؟ لم يدعه حتى علم بحاله. بين ذلك. الرجل جلس، لما دخل جلس، فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. بارك الله فيك. تسأل، وجدت إنسانا يأكل في رمضان هنا في المدينة، هل تنكر عليه من أول الأمر؟ لا. نعم. كيف؟ إذا كان وجدت إنسان يأكل في النهار في نهار رمضان في المدينة، تسألك عن إيش؟ أحسنت، بارك الله فيك. يعني لا أنكر عليه حتى أقول، أمسافر أنت أو أنت ممن يحل له الفطر؟ لكن لو وجدت شخصا من أهل البلد أعرف أنه من أهل البلد وأنه لا عذر له في الفطر، فحينئذ أنكر عليه، أذكره لعله نسي. وعجبا من بعض العامة يقولون إذا رأيت إنسانا يأكل في رمضان فلا تذكره، لا تذكره. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ما دام الله أطعمه وسقاه لا تحرمه، لا تقطع رزقه، خل يأكل يشرب. وهذا غلط. الواجب أن يذكر المؤمن أخاه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نسيت إيش؟ تم سهى في صلاتي. قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فيجب على المؤمن أن يذكر أخاه، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. أما قول هذا رزق ساقه الله إليه دعه يأكل ويشرب، هذا غلط. ادعو إلى سبيل ربه، قلنا لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه، وثانيا عالما أن يكون عالما بحال مدعو ليكون على بصيرة كيف يدعو. يقول الله عز وجل: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه ثلاثة أوصاف للدعوة، هل هي أوصاف مقترنة أو أوصاف مترتبة؟ يعني بعضها في حال وبعضها في حال. أو هي مقترنة يعني تدعو بحكمة وموعظة ومجادلة؟ الجواب: الحال يقتضي أن تكون مرتبة. أولا بالحكمة، ببيان الحق ودليله من الكتاب والسنة. واعلم أنني أحب لكل داعية أن يقرن دعوته بالدليل، أولا لبراءة الذمة، وثانيا ليطمئن المدعو، لأن المدعو إذا قيل له هذا حرام هذا واجب لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطمئن بلا شك، ويكون له حجة عند الله عز وجل. فإذا أمكنك أن تذكر الدليل للمدعو كان هذا خيرا، لما فيه من إبراء إيش؟ إبراء الذمة، وثانيا اطمئنان المدعو. فهذا رجل يعني ليس عنده رد للدعوة وليس عنده مجادلة، يكفي أن تدعوه بالحكمة، أن تدعوه بالحكمة. واعلم أن الحكمة كما قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لو رأيت رجلا يستغيث بصاحب قبر: يا سيدي يا مولاي يا ولي الله أغثني مثلا، أو ما أشبه ذلك،
يستغيث بصاحب القبر. نحن نعلم أن الاستغاثة بصاحب القبر إيش؟ شرك أكبر مخرج عن الملة. فهذا الذي يستغيث بصاحب القبر نقول لو مت على هذا لكنت من أصحاب النار، أصحاب النار المخلدين فيها، لقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رأيت رجل يستغيث بالقبر، هل تأتي على طول تقول أنت كافر أنت مشرك قد حرم الله عليك الجنة؟ نعم أو لا؟ لا، ولا يجوز أن تقول هكذا، وإن كان واقع الحال هو ما ذكرت لكن لا يجوز، هذا تمثيل. اذكر له الحق، والحق مطابق تماما للفطرة. قل يا أخي أو لا تقول يا أخي، هذه مشكلة الآن. هل تقول لهذا الذي يستغيث بالقبر يا أخي تعال هذا استغيث بالله أو لا تقول يا أخي؟ نعم، من باب الدعوة. وعلى كل حال هذا الرجل الذي يستغيث بالقبر لا تظن أنه يستغيث به وهو يعتقد أنه شرك مخرج عن الإسلام أبدا، هذا إذا كان ينتسب للإسلام. فإذا يصح أن تقول يا أخي باعتبار أنه يرى نفسه مسلما، وإن شئت فقل يا أخي باعتبار آخر، باعتبار آخر وهو أنه إيش؟ باعتبار ما يكون. طيب، وإن شئت فقل يا رجل، وتسلم من هذا الإشكال، استغث بالله عز وجل كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستجابة مرتبة على الاستغاثة، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب. استغث بالله حتى يستجيب لك، وربك على كل شيء قدير. وهذا المخلوق الذي أنت الآن تستغيث به هو ميت هامد، ربما تكون الأرض أكلته ولا نبقى من جسده إلا عجب الذنب ولا ينفعك. طيب، ثم ترغب في التوحيد، أترون أن هذا يقبل؟ أو لو قيل له أنت مشرك وهذا شرك ومن أشرك بالله حرمه الله الجنة، أو الثاني هو الذي يقبل، يعني الذي وبخته وأنكرت عليه بشدة هذا لا يقبل في الغالب، لكن من أتيته بلطف وموعظة حسنة قبل. الموعظة الحسنة هل هي بالصيغة أو بالكيفية؟ بمعنى هل أنت تسوق له الأدلة من الكتاب والسنة على وجه يقنع، أو حتى بالكيفية؟ الجواب بالأمرين جميعا، بكيفية السياق وبأقرب ما يمكن أن يقتنع به. حتى لو ضربت له الأمثال افعل. ألم يكن الله عز وجل يضرب الأمثال للذين يدعون من دون الله؟ مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الذي يريد أن يشرب من الماء من النهر ويقول كذا بيديه باسط يديه، يبقى شيء في الماء؟ يبقى شيء من الماء ولا لا؟ قال هكذا في النهر ويداه مبسوطتان، أيبقى شيء؟ لا. إذن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم إطلاقا، لأن هذا الذي يريد أن يشرب وقد بسط كفيه لا يمكن أن ينال ماء. المرتبة الثالثة إذا دعوناه بالحكمة ولم يفعل، بالموعظة الحسنة ولم يفعل، نأتي
إلى المجادلة، لأن الذي لا يقبل بالموعظة سوف يجادل، سوف يجادل، فنجادله لكن بالتي هي أحسن، أقرب طريق يوصل إلى الحق اتبعه. وأنا أذكر لكم الآن مجادلة وقعت بين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبين رجل مشرك متمرد. ألم تر إلى حاجة إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال الرجل أنا أحيي وأميت، فإذا كان ربك يحيي ويميت فأنا أحيي وأميت، إذن أنا رب كربك. فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. جادله بإيش؟ بالتي أحسن، جادله بأمر لا يتمكن من الرد عليه، ولهذا قال فبهت الذي كفر. في الأول رد على إبراهيم لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، جادل قال أنا أحيي وأميت. هل هذه دعوة منه أنه يحيي ويميت أو أنه منزل على حال من الأحوال؟ نعم، الظاهر أنه منزل على حال من الأحوال. الأحوال هو أنه يؤتى إليه بالرجل الذي استحق القتل فلا يقتله، ويدعي أن هذا إحياء، وليس إحياء في الواقع، الرجل حي من قبل. أو يؤتى إليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله فيقول هذا إماتة، وهذا غير صحيح، هذا ليس إماتة لكنه فعل سبب يقتضي الموت. ولو شاء الله أن لا يموت هذا الذي قتل لم يمت. ألم تعلم أن الدجال يأتيه الرجل الشاب ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله، فيقطعه قطعتين، يقطعه قطعتين ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم يتهلل، من الذي أحيا؟ الله عز وجل. فالمهم هذا الرجل قال بعض العلماء إنه أراد بقوله أنا أحيي وأميت أنه يؤتى إليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله، وادعى أن هذا إماتة، ويؤتى إليه بالرجل يستحق القتل فيرفع عنه القتل، وادعى أن هذا إحياء. وقيل إن هذه دعوة منه وليس يريد أن ينزلها على حال من الأحوال، يعني ادعى أنه يحيي ويميت. وعلى كل فإبراهيم عدل عن هذا الذي يكون يمكن أن يكون جدلا، عدل عنه إلى أمر لا يمكن أن يتخلص منه، وهو إيش؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هل يمكن أن يدعي أنه يأتي بها من المغرب؟ لا يمكن، لأن هذا أمر معلوم بالبداهة، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا ينبغي للمجادل أن يسلك أقرب الطريق لإفحام الخصم، لا يتابعه، لأن ربما إذا تابعته صعد بك جبل لا تستطيع رقيه، لكن ائت بأمر لا يتخلص منه، واعدل عن جوابه الذي أورد الشبهة فيه حتى تقضي عليه نهائيا. المهم إذن حالنا بالنسبة لدعوة الناس تنقسم إلى من يعرف؟ تفضل. الأول الأول الدعوة بالحكمة، والثاني إذا لم يقتنع نعظه بترغيب وترهيب، والثالث إذا جادل نجادل بالتي أحسن. اسرع. في أمر رابع لم يذكر في هذه الآية، وهي إذا كان ظالما، إذا كان ظالما فإننا نجالده ولا نجادله، لقول الله تبارك وتعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن أتموا إلا الذين ظلموا منهم. هؤلاء لا نجادلهم بالتي أحسن، بل نجالدهم بالسيف لأنهم معاندون. فصار الأقسام إذن أربعة، ثلاثة ذكرت في آية واحدة والرابع في آية أخرى.
نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأنصاره، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وإنني أدعو إخواني الداعين إلى الله أن يستعملوا الأسهل والأيسر، ولهذا كان الرسول يبعث الناس للدعوة الحق ويقول يسروا إيش ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكل شيء يراقب الناس في الحق اتبعه فأنت على خير. والآن إلى الأسئلة حتى تتبع الشمس قدر كذا. الآن كم لها طلعت؟ 14 دقيقة. إذا ارتفعت قدر. طيب نأخذ ربع ساعة، ربع ساعة نشوف نشوف. طيب تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل فضيلة الشيخ، تكلمتم البارحة جزاكم الله خيرا عن الجمع والقصر في السفر، وسؤالي أنني كنت مسافرا راجعا من لأنه خبر مبتدا. أنني كنت مسافرا راجعا من مكة إلى المدينة، وقمت بتأخير صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وعند وصولنا إلى المدينة قمنا وصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت العصر، فهل هذا صحيح؟ نعم. ننظر هل هذا الرجل الذي قدم من مكة إلى المدينة قدم إلى بلده، فإن كان كذلك فعليه الآن أن يعيد صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا، لأنه لما وصل إلى البلد انتهى السبب الذي يبيح الجمع ويطلب فيه القصر. أما إذا كان ليس من أهل المدينة ولكنه مر بها مسافرا فعمله صحيح حين صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين مجموعتين. نعم جزاكم الله خيرا. السائل يقول، هل له أن يعطي زوجته حبوب منع الحمل وذلك لأنها تتأذى من الحمل؟ أولا ننصح الرجال والنساء أن لا يستعملوا هذه الحبوب، لأن هذه الحبوب تبين أنها ضارة بكلام الأطباء وبالواقع، فإنها تسرد الدورة العادية وتوجب انحطاط قوة المرأة، وربما تؤثر على الرحم، وربما تؤثر على الجنين إن قدر أن تحمل. هذه واحدة. ثانيا لا تستعمل الحبوب، لأن المطلوب من هذه الأمة تكثير النسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود، الولود يعني كثيرة الولادة. وإذا كان هذا مرغوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينبغي أن نعدل عما يرغبه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما كون المرأة تتأذى بالحمل فهذا أمر. الأخ أجب. ها؟ كيف؟ ماذا يقول؟ لا يصح. وش اللي لا يصح؟ لا يصح أن تتأذى المرأة بالحمل؟ صحيح. ماذا تقول؟ طيب السلح. تأذي المرأة بالحمل أمر طبيعي، يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقال تعالى في الآية الثانية حملته أمه كرها ووضعته كرها، هذا أمر لا بد منه. هل يمكن يكون في بطن المرأة ولد يكبر وينمو بدون أن تتعب؟ هذا شيء مستحيل خلاف الفطرة. فلا بد من الوهن من الضعف من الكره، ولكن
يبشر المرأة أنه لا يصيبها من هذا الحمل تعب أو كسل أو خمول أو ضعف إلا أثيبت عليه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يكفر الله عنه حتى بالشوكة إذا أصابته. فنقول لهذه المرأة أبشر بالخير، إن الأذى الذي ينالك من الحمل إنه كفارة لما حصل من الذنوب، ثم إن احتسبت الأجر صار كفارة وثوابا. لهذا لا نشير باستعمال هذه الحبوب. أما بالنسبة للزوج فلا يحل له أن يكره زوجته على أكل الحبوب كما يفعل بعض السفهاء من الشباب المتزوجين، يقول أعطيها حبوبا حتى تبقى سنة أو سنتين ولم تحمل، هذا غلط. ولا يحل له أن يكرهها عليه على أخذ الحبوب، ولا يلزمها أن تطيعه أيضا. لو قال كل الحبوب قالت لا فلها ذلك، لأن له حق في الولادة. ولهذا حرم العلماء على الرجل أن يعزل عن زوجته إلا برضاها. أتعرفون العزل؟ غير المتزوج لا يعرف العزل الظاهر، والمتزوج يعرفه، وهو أن الرجل إذا جامع زوجته ثم قرب إنزاله نزع من الجماع حتى يكون الماء خارج المكان لئلا تحمل. قال أهل العلم يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته إلا برضاها، وعلل ذلك بأن لها حقا في إيش؟ حقا في الولد. ولذلك كان القول الصحيح أنه إذا تبين الرجل عقيما فإن للزوجة أن تفسخ النكاح إذا شاءت. ليش؟ لأن لا حق في الولد. بعض النساء لا يتزوج إلا من أجل الولد. إذا استفدنا الجواب حتى لا نبتعد، لا يجوز للزوج أن يكره زوجته على أكل حبوب من الحمل ولا يلزمها أن تطيعه، هذه واحد. ثانيا لا نشير على الزوج ولا على الزوجة بتناول هذه الحبوب لما فيها من الإضرار. وأما التأذي بالحمل فهذا أمر ليس علة صحيحة، كل المرأة تتأذى من الحمل. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لقد ذكرتم في فتوى سابقة أن حكم لبس المرأة للبنطلون حرام، فهل في لبسه فهل لبسه حرام إذا كان أمام محارمها أو للتزين لزوجها؟ نعم، البنطلون الذي يشبه بنطلون الرجال حرام لما في ذلك من إيش؟ من التشبه. وأما ما لا يشبه بنطلون الرجال فإنه وسيلة قريبة إلى هتك حرمة العورة، لأن البنطلون كما تعلمون يصف حجم الفخذين والعجيزة والساق، وربما كان اليوم واسعا فضفاضا لا يصف كثيرا، وبعد أيام قليلة تستعمل النساء ما كان ضيقا، وربما تستعمل ما كان لونه كلون الجلد فتبقى وكأنها عارية. يقول بعض الناس إذا لبست هذا عند زوجها ما في البيت أحد أو في غرفة النوم. الجواب: إذا كان هذا يشبه بنطلون الرجل فهو إيش؟ حرام. إذا كان لا يشبه فلماذا تلبسه عند زوجها؟ إيش الفائدة؟ أليس يجوز أن تتعرى أمام زوجها؟ يجوز، وكونها متعرية أدعى للشهوة إذا كانت تريد هذا. ولذلك من وحي الشيطان أن يزين للنساء لبس البنطلون، والمرأة مأمورة بالتستر والحشمة والبعد عن مواضع الفتنة. نعم، جزاكم الله خيرا. وسائل يقول: ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء؟ يرى بعض العلماء أن زيارة قبر النبي زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم جائزة،
ويقول إنها ليست زيارة الواقع، لأن بين المرأة إذا وقفت وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حواجز جدران متعددة، فهي في الواقع لم تزر، وإن سمت ذلك زيارة. ولهذا أباحوا أن تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض العلماء إنها لا تزور قبر النبي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، وهذه زيارة عرفا، وإن لم تكن زيارة حقيقة فهي عرفا زيارة. ثم إن نقول الأمر فيه شبهة، وما دام فيه شبهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات إيش فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم يقول للمرأة أبشري أنت إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في أقصى المسجد ولو في أقصى مكان في الأرض فإن تسليمه تسليمك عليه يبلغه، ولا حاجة أن تقف على القبر. ونقول أيضا كل مؤمن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم 5 مرات على الأقل أو أكثر، أكثر لأن بعض الصلوات فيها تشهدا، فيكون متى الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل واحدة فيها تشهدا. نعم، إذن 5 و4 9 مرات يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم فرضا، فلا حاجة إلى أن تتكلف المرأة حتى تقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الشبهة. وهل يقول المسلم على الرسول السلام عليك أيها النبي ولا السلام على النبي؟ نعم، جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وبعد موته نقول السلام على النبي. لكن هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس كل مجتهد مصيبا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته قال قول السلام عليك أيها النبي إلى يوم القيامة، ولم يقل قولوا ذلك ما دمت حيا. ثم إن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قالوا السلام عليك هل يريدون أن يسمع الرسول ويكون خطابا مباشرا؟ الجواب لا، لأنهم يعلمون الذي في طرف الصف ما يسمعه الرسول، والذين في مكة وفي غيرها من البلاد ما يسمعه الرسول حتى في حياته، إذا ليس خطابا مباشرا. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه جاء بصورة الخطاب لقوة استحضار المرء في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أماما يقول السلام عليك. وصح عن عمر في الموطأ موطأ مالك أنه قال على المنبر وهو يتلو التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ولا شك أن عمر أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا سيما وأنه أعلنه على الملأ ولم يقل أحد من الناس إنه ليس كذلك. وعلى هذا فيكون قول ابن مسعود رضي الله عنه رأيا رآه، ولكنه ليس مصيبا في ذلك، لأن المجتهد يخطي ويصيب. وابن مسعود رضي الله عنه مع علمه وفقهه ليس معصوما، ولا أحد معصوم يتكلم في الشريعة من الخطأ أبدا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل استفتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في مسألة فرضية ونقولها لكم الآن ونسألكم عنها لنعلم هل تفتون بقول أبي موسى أو بقول ابن مسعود. توفي رجل عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، من يقسمها لنا؟ أصبر، من يقسمها؟ واحد، ما في إلا واحد جماعة من هذا الجمع الكبير، تفضل.
قم. نعم. نعم. والأخت الشقيقة وش نسويه فيها؟ السلاح. نعم لها الباقي تعصيبا. بارك الله فيك. طيب هذا قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري قال للبنت النصف وما بقي فللأخت، لكنه رضي الله عنه قال وأت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال له إنه استفتى أبا موسى الأشعري في هذه المسألة وقال للبنت النصف وما بقي فللأخت وأت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فقال عبد الله بن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو وافقت لكنت ضالا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. عرفتم؟ أبو موسى قاله عن اجتهاد، وفق للصواب أو لا؟ عجيبوا جماعة، لم يوفق، وفضل الله يؤتي من يشاء. ابن مسعود رضي الله عنه وفق للصواب مستدلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه إذا أخطأ في مسألة يعني كل قضايا خطأ، أبدا. ابن مسعود من أفقه الصحابة وأكثر فتوى رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول أفتون مأجورين في زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة، بحيث أن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة، بل يكون على دفعات المرتين أو الثلاث. نعم. كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئا فشيئا، إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها ما لم يكن قد تم الحول على العقد. مثال ذلك رجل أجر هذه الشقة ب10,000، تمت السنة فقبض 10,000، هنا يزكيها. لماذا؟ لأنه تم عليه الحول. ورجل آخر أجر شقة ب10,000 مقدمة، يعني يسلمها المستأجر عند العقد، فأخذ 10,000 يعني صاحب الشقة ثم أنفقها على أهله أو على تعمير الشقة أو غير ذلك. هل فيها زكاة العشرة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحل عليها الحول، ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها. أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة، لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه، من عقار أو سيارات أو معدات أو غير ذلك، إلا الحلي من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول نريد قولا فصلا في مسألة الصرف. نحن في السودان نبيع الريال السعودي بالجنيه السوداني، ويكون تسليم الريال في هذه البلاد والجنيه بعد حين وفي السودان، فهل هذا جائز؟ القول الفصل فيما نراه في هذه المسألة أن الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، لأن الربا نوعان: ربا نسيئة وهو ما تأخر فيه القبض بين الصنفين الربويين، وربا فضل وهو ما زاد فيه على الجانب الآخر. وأضرب لكم مثلا: بعت درهما بدرهمين نقدا يدا بيد، هذا ربا فضل. ليش؟
لأن الفضل هو الزيادة. طيب، بعت دينارا ذهبا بدينارين، هذا نقدا يدا بيد، هذا ايش؟ هذا ربا فضل. طيب، بعت دينارا بدينار ولم تقبض، هذا نسيئة. بعت دينارا بدينارين ولم تقبض، لا خطأ. بعت دينارا بدينارين ولم تقبض، أحسنت، فيه الاثنان، الفضل والنسيئة، الفضل للزيادة والنسيئة للتأخير. هذه الأوراق النقدية نرى أن الذي يجري فيها هو ربا النسيئة، وعلى هذا فإذا قدرنا أن الجنيه السوداني يساوي 3 ريالات مثلا، وأنا لا أعرف السعر، لا يقول السوداني أنت وهنت نقدنا، يعني الريال السعودي ب3 جنيه ايش؟ ايهما اغلى؟ الريال. طيب، 10 ريالات سعودية 50 جنيه كذا، هذا سعرها في السوق. فجاء انسان محتاج الى جنيهات سودانية وقال اعطني بالعشرة 40 لا 50، يجوز او لا يجوز؟ يجوز، لان ربا الفضل لا يدخل في باب النقود هذه. لكن اعطني 50 بـ10 ولكن مع تأخير القبض، هذا لا يجوز، لان ربا النسيئة يجري في هذه النقود. الدليل انه لا يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط إذا كان يدا بيد. على هذا نقول للأخ الذي باع نقودا سعودية بنقود سودانية لا بد من التقابض. طيب، إذا كانت الدولة تمنع من خروج ذلك، فهل يمكن مثلا أن يعطيه الآن ريالات سعودية ويحيلها على بنك هناك، وعند وصول الحوالة إلى المستحق يتفق مع البنك على شراء الجنيه السوداني بما يساوي هناك؟ يقول بعض الناس أنا لا أدري، يقول هذا أيضا لا يمكن. فإذا كان لا يمكن فمن أجل الضرورة نقول لا بأس أن تسلم دراهم سعودية وتأخذ عوضها هناك جنيهات سودانية للضرورة. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل كل من بدل الشرع وتحاكم إلى القوانين الوضعية هل هو كافر؟ الواقع أن هذه مسألة دقيقة ولا يمكن أن نفتي بها فتوى عامة في مثل هذا المجلس، لأنه ربما يفهمها بعض الناس على غير الصواب ثم يذهب يكفر كل إنسان حتى وإن لم يكن كافرا، وحينئذ تقوم الفتن بين الناس ويكون التكفير سهلا على المرء. حتى لو أن القاضي مع التزامه بحكم الشرع حكم في مسألة ما بخلاف الشرع، قال خلاص هذا حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، مباح الدم والمال، ما يصير هذا. هذه المسألة لا يمكن الفتوى فيها على سبيل العموم في مثل هذا المجلس، لأن الناس أحيانا يفهمون الجواب خطأ، فنستميح السائل العذر في عدم الفتوى فيها. نعم، جزاكم الله خيرا. من المراقب؟ مراقب الوقت صحيح؟ لا تدلس. باقي كم؟ على السابعة 3 دقائق. وأنا اتفقنا على إلى السابعة ولا نص ساعة؟ هذا أيضا ما تموش، جزاك الله خير. تفضل.
شخص رمى الجمرة الأولى في الحج وكان الزحام شديدا فلم تسقط في الحوض، فهل يعيد الرمي؟ يعني الآن يعيده؟ نعم. ما يصير الآن في حينه. أي نعم، إذا رمى الإنسان الجمرة فله خمس حالات وأرجو الانتباه. الحالة الأولى أن يعلم سقوطها في الحوض. الحالة الثانية أن يعلم أنها لم تسقط في الحوض. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه أنها سقطت في الحوض. الرابعة أن يغلب على ظنه أنها لم تسقط في الحوض. الخامسة أن يتردد، ما في ترجيح. هذه خمس حالات ولا تخرج الحال عن هذه الخمس. فإذا علم أنها لم تسقط في الحوض فما الحكم؟ قم يعيدها. تمام، أسرع. وإذا علم أنها سقطت في الحوض فما الحكم؟ قم يعيدها. أجزأت. طيب، هل يمكن أن يعلم أنها سقطت في الحوض؟ نعم يمكن، يمكن يعني يمشي حتى يقف على الحوض فيتيقن أنها في الحوض. تمام. الحالة الثالثة، غلب على ظن أنها لم تسقط في الحوض، يعني رمى الجمرات وغلب على ظنها لم تسقط في الحوض. ها؟ إيش؟ يعيدها. بارك الله فيك، أسرع. الرابعة، غلب على ظنه أنها سقطت في الحوض في الزوم. طيب صحيح. الحالة الخامسة، تردد. قل يا أنت، يعني لم يترجح عنده أنها سقطت في الحوض ولا أنها خارج الحوض، يعيدها. تمام، لأن الأصل عدم سقوطها في الحوض، فصار يعيدها في أحوال ثلاث. إذا علم أنها لم تسقط في الحوض، وإذا غلب على ظنه أنها لم تسقط، وإذا تردد. ولا يعيد في حالين، إذا علم أنها سقطت في الحوض وإذا غلب على ظنه أنها سقطت في الحوض. طيب، نقول لهذا الأخ، إذا كان يغلب على ظنك وأنت واقف في المرمى أنها سقطت في الحوض فقد أجزأت، ولكن لو طرأ عليك الشك بعد مفارقة المكان فلا عبرة بذلك. أحيانا الإنسان يرمي الجمرات من بعد وحين وقوفها في المرمى يغلب على ظنها أنها وقعت فيه، لكن بعد أن يفارق المكان يأتيه الشيطان يقول ما سقطت في الحوض فلا تجزئك، ثم يبقى معالج لنفسه. فهنا نقول لا يضرك الشك، الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر، وهذه قاعدة مهمة جدا. الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر في العبادة. بعض الناس إذا انتهى من الصلاة وسلم جاءه الشيطان، ما قرأت الفاتحة، ما سجدت إلا مرة، يطرح الشك هنا، لأن الشك بعد فراغ العبادة إيش؟ لا أثر له. وفي ذلك بيت يقول فيه الناظم، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. حفظتموها أو أعيده؟ والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. أعيده وحفظتموه؟ الثالثة، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. لا أزيد على هذا. من حفظ؟ تفضل. انكسر البيت.
وهكذا إذا الشكوك تكثر. طيب، كثير من الناس أيضا كثير الشكوك، لا يكاد يفعل عبادة إلا شك، هذا أيضا يطرح الشك ولا تفت إليه، لأن هذا وسواس. تفضل. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما الحكم في رجل يعمل لدى رجل آخر واشترط عليه الثاني أن لا يعمل عند غيره ودوامه 8 ساعات، فهل لو عمل في وقت فراغه يكون مقصرا في ذلك الشرط؟ إذا التزم بهذا الشرط حين العقد وجب عليه الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وإذا كان وهذا الشرط لا يحرم حلالا ولا يحل حراما فهو صحيح، وإذا كان صحيحا وجب الوفاء به، لقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا قال قائل: كيف تمنعونه من العمل في وقت هو فيه فارغ؟ قلنا: لم نمنعه، بل هو الذي التزم بذلك. لماذا لم يقل لما استأجره: أنا لا أقبل بهذا الشرط، لأن وقت الفراغ لا, 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 لا أقصر عليك بشيء. فإذا كان هو الذي ارتضى لنفسه هذا الشرط والتزم به، فإنه يجب عليه أن يوفي به. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أنا رجل قلت لزوجتي لا تذهبي إلى ذلك البيت فذهبت، فقلت: والله إن ذهبت فأنت طالق، فهل يتم هذا الطلاق؟ نعم، قال رجل لزوجته: إن ذهبت إلى هذا البيت فأنت طالق، فذهبت، هل تطلق أو لا تطلق؟ الجواب: أما على المذاهب الأربعة، مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، فإن الزوجة تطلق حتى ولو أراد اليمين، فإن الزوجة تطلق، لأن هذا طلاق معلق على شرط، فإذا وجد الشرط وقع المشروط. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إن أراد الطلاق طلقت، وإن أراد تأكيد المنع وتهديد المرأة فإنها لا تطلق، لكن عليه كفارة يمين. وما اختاره الشيخ رحمه الله فهو الصواب إن شاء الله، لكن مع ذلك ننصح جميع إخواننا المسلمين أن يبتعدوا عن هذا القول، لأنكم كما ترون الآن أكثر الأمة وجميع الأئمة يرون أن الطلاق يقع، ويكون جماع هذا الرجل لزوجته جماعا محرما لأنها طالق، ما لم ينوي الرجعة إذا كان له رجوع. فالمسألة خطيرة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: يوجد ما يسمى بالأفراح الإسلامية، وفيها يتأخر النساء أو يرجعون إلى بيوتهن عند الساعة 4 فجرا، فهل هذه أفراح إسلامية؟ نعم، هي أفراح إسلامية إذا لم يكن فيها محرم، إذا كانت الأغاني نزيهة، وكان الطرب بالدف فقط، فلا بأس بذلك. وهذه ليست مسألة دائمة حتى نقول إن الإنسان يغرق نفسه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يبقى متهجدا كل الليل. نقول: هذه مسألة طارئة، فلنعطي النفوس حظها من الفرح بشرط أن لا يتضمن ذلك وقوعا في محرم. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يسأل عن الدعوة وهي: أطال الله عمرك، حيث أنه قال له بعض الناس أن هذا دعاء لا يستجاب. نعم،
أما كونه لا يستجاب فهذا عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن لا ينبغي أن يدعو بطول البقاء إلا مقيدا فيقول أطال الله بقاءك على طاعته، لأن طول البقاء قد يكون ضررا على الباقي. فشر الناس من طال عمره وإيش يا ولد إيش أسلح. من طال عمره وساء عمله. قد يكون طول بقاء الرجل شرا من موته. لهذا ينبغي أن تقول أطال الله عمرك في طاعته. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل كثير من الإخوان عن حكم الصلاة. نعم، يسأل كثير من كم بقي الإخوان. كم بقي دقائق أقل الجمع ثلاثة يا أخي. أقرأ. نعم، يسأل كثير من الإخوان عن حكم صلاة الفريضة مستقبلا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى الفريضة أو النافلة مستقبلا لحجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقبلة عن يمينه أو عن يساره أو خلف ظهره، فصلاته غير صحيحة. فهمين هذا؟ تصورتموه؟ إذا استقبل الحجرة في صلاته نافلة أو فريضة والقبلة عن يساره أو يمينه أو خلف ظهره، فصلاته غير صحيحة. صحيح هذا؟ ليش؟ لأنه لم يستقبل القبلة. وإن استقبل الحجرة وهو مستقبل القبلة، أي أن الحجرة كانت بينه وبين يدي كانت بينه وبين القبلة، فصلاته صحيحة. فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تصلوا إلى القبور؟ قلنا: إن قصد الرجل وتعمد أن يكون مصليا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد وقع فيما نهى عنه الرسول. وأما إذا لم يقصد لكن صادف أن مكانه في الصف في هذا المكان الذي تكون الحجرة بينه وبين القبلة، فهذا لا بأس به. نعم. أسأل أخوان عن لكم درس آخر غير هذا. نعم، ولا ما تقول قوله معلنا. يقول السائل: هل لكم درس آخر غير هذا الدرس؟ نعم، إن شاء الله لنا درس بعد المغرب، والمكان في مكان الشيخ أبو بكر الزائر إن شاء الله تعالى. ولكن انتبهوا بارك الله فيكم أن تكون قلوبكم حاضرة كما حضرت أبدانكم، وأن تراجعوا يعني ما ذكرنا من القواعد. المسائل الفردية ربما تروح، لكن القواعد مهمة. وإذا لم يبني طالب العلم علمه على الأصول والقواعد فإنه يتناثر ويزول. أنا أدعوكم إلى هذا سواء في مجلسنا أو مجلس غيرنا، احرصوا على القواعد. القواعد هي المهمة. معك ورقة؟ لا والله ما معك. نجيب على هذا؟ ما في مانع؟ بشرط أن لا تحتجوا به مرة ثانية. نعم. ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة صلى الله عليه وسلم نجعلنا منهم. آمين آمين. إنه يدخلون الجنة على صورة يوسف بن يعقوب وطول وعمر عيسى بن مريم وطول آدم 60 ذراع. السؤال: ذراع من؟ ذراع الرسول أو ذراع آدم أو ذراع الإنسان نفسه؟ لا لا، الذراع المعهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما بين المرفق ورؤوس الأصابع. هذا الذراع، يعني مثلا الآن نبدأ من هنا إلى أطراف الأصابع، هذا الذراع. فطولهم 60 ذراعا، وهم على صورة واحدة، أبناء 33 سنة. ولا تزيد الأعمار بزيادة السنوات، لأن في الجنة ما في موت، هم دائما أبناء 33 سنة إلى ما لا نهاية له. اللهم اجعلنا منهم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، والحمد لله رب العالمين.